مرحبا، مرحبا يا حلوين، كيف كيف حالكم؟ حالكم؟ انا عم علوش وانا عمو مروش وعندي بسه حلوه هنا. ياو ياو ياو. هذا الطنجره. هذه بدك تروح لك البسه يا مروش. بسه؟ اه في بنت عم تطبخ بسه. شوف هي هي هذه البسه، حطها جوا بتصير بسه على الدجاج. اللي بحبني عملوش يعمل لايك. اعملوا لايك لايك لهذا وشير وشير وقولوا مياو مياو. باي. والشاطر يا علوش والشاطر بيعرف ايش يعني بسه بالانجليزي. كات. ايش حكيت؟ المهم لازم يكتبوا، اكتبوا في التعليقات ايش يعني قطه بالانجليزي. كات 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 كات. يلا باي.